زي ما قالت الأستاذة رشا فتحي أو الدكتورة رشا فتحي، قالت إن إحنا عندنا تغيير كبير في نمط التعليم التكنولوجي. ما بقاش في حاجة اسمها تعليم فني. أنا وجهة نظري إن ما يحدث في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والحقيقة أنا لمسته من يعني وأنا بتكلم مع الدكتور عمرو بصيلة اللي بشكره شكر جزيل، وهو رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني، وبشكره شكر جزيل لان احنا التقينا بيه مرتين، والمرتين فيهم تقدم، المرتين فيهم اسهام، المرتين فيهم انجاز. فانا بشكره شكر جزيل. واعتقد هو معانا يا شباب علاوه. طيب يا دكتور، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. بشكرك وازعجناك معلش الاسبوع اللي فات معانا في المدرسه بتاعت ابدا، لكن ردود الافعال بتخلينا دايما ان احنا حريصين ان احنا تاني يوم كده نجيب على بعض الاسئله ممكن نسالها لحضرتك على طول. السؤال الاول خاص بالمدارس دي مجانيه ولا بمصاريف؟ لا، المدارس دي مجانيه يا فندم بالكامل. المصاريف بتاعتها اللي هي المصاريف الحكوميه العاديه اللي هي حوالي 250 جنيه. الطالب بيلتحق فيها بعد حصوله على الشهاده الاعداديه واجتيازه لاختبارات القبول في هذه. بعد ما يخلص الثلاث سنين بتوع المدرسه بيروح فين؟ بعد ما بيخلص الثلاث سنين بتوع المدرسه بيبقى عنده ثلاث خيارات، يا اما ان هو يذهب مباشره لاحد الجهات اللي كانت بتدربه اللي هي بتحرص على الاستفاده من خبراته بعد كده وتوظيفه في هذه الجهات، او بيكمل في احد الكليات التكنولوجيه بالاضافه لعمله في هذه الجهه، او بيروح يدرس بس سواء كان في الكليه التكنولوجيه او في كليه الهندسه بعد اجتيازه لامتحان المعادله. المدارس دي هل يعني نوعياتها، هل هتبقى في القاهره بس ولا القاهره ومحافظات كتير؟ زي ما انا الدكتوره رشا بتقول انه في القاهره وفي عندنا في دمياط، هل هتتكرر مثل هذه المدارس؟ احنا عندنا مع مبادره ابدا مدرستين بالفعل، واحده في بدر والثانيه في دمياط، لكن احنا عندنا في مدارس الكليه التطبيقيه عندنا 64 مدرسه عامله في 19 محافظه، وان شاء الله الخطه بتاعتنا ان احنا نكمل الانتشار في 27 محافظه عشان نغطي كافه انحاء الجمهوريه بكافه اوجه الانشطه الاقتصاديه في كل محافظه. طيب ولية أمر بتسأل، لما ابني ياخد التعليم ده وياخد الجامعة بيروح فين بقى بعد كده؟ هل بيبقى في سوق عمل متوفر ليه، ولا الدراسة اللي في الجامعات أو بعد الثلاث سنوات بتوع الثانوية المسار نفسه بيتحدده؟ مش عايز يروح الجامعة مثلا، يروح فين بعد كده؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم احنا المسارات كلها مفتوحه، سواء ان هو بيلتحق بسوق العمل مباشره، ودي الميزه الرئيسيه في التعليم التكنولوجي ان الولد بيتعلم صنعه بالاسس العلميه السليمه في مؤسسه راعيه لهذه المدرسه، مؤسسه خاصه دي خاصه او عامه او عامه ما بنفرقش احنا اللي يهمنا. وعند حضرتك كنت قلت لي انه في دول اوروبيه كتير بتطلب العماله، بتطلب الطلبه دول، مظبوط. احنا النهارده عملنا اوريدي اتفاق بروتوكول تعاون مع فنلندا. ايوه، اول 500 طالب ان شاء الله بنجهزهم للسفر بعد كده ان شاء الله. لا، منين بقى يا فندم؟ معلش، ده الحاجات عظيمه دي، من ابدا ولا من دمياط؟ لا، انا اقول احنا تمام الخريجين. ما هو عشان كده لحضرتك احنا عندنا 64 مدرسه في 19 محافظه، 64 غير مدارس التعليم الفني المميزه الاخرى اللي احنا بنستقطب الخريجين والخريجات المميزين فيها ونتيح لهم هذه الفرصه عشان ينافسوا ويحاولوا ان هم يلتحقوا بفرص العمل المتاحه اليوم في الدول الاوروبيه. في نهايه الامر الولد او البنت يعني قدامه الفرص متاحه في ان هو يكمل حياته النظريه بالاضافه الحياه العمليه. وصلني كده الجزء اللي احنا بنؤكد عليه، والحياه النظريه دي ما بتقتصرش على البكالوريوس بس، ده في كمان ماجستير تكنولوجي تكنولوجيه. فاحنا النهارده بنتكلم على نوعيه تعليم راقي جدا الدوله بتوفرها لابنائنا وبناتنا الطلاب عشان تحقيق كل طموحاتهم فيما يخص مستقبلهم الوظيفي او النظري على حد سواء. طيب انت كلمه اخيره بقى تقولها لولي الامر او للاسره بالنسبه لهذه المدارس.
بنقول للأسر شجعوا أولادكم على الحاجة اللي هم بيحبوها واللي هم بيهووها، لأنه البني آدم لو قدر إن هو يدرس ما يحب بالتأكيد هيبقى أداؤه فيه أداء مختلف وفيه الكثير من الإبداع والتفوق، وده اللي إحنا بننشده لكل ولادنا وبناتنا. مفيش حاجة اسمها قمة وقاع، كل خلاص انتهت. واحد مميز صحيح صحيح قاله صحيح مهم صحيح ومهم جدا. صحيح ده القصة الأساسية اللي احنا بنركز عليها، وإن شاء الله نتيح أكبر قدر من التخصصات الحديثة في كافة أنحاء الجمهورية لكل ولادنا وبناتنا عشان نتخرج منهم الأفضل ويحققوا آمالهم وطموحاتهم في غدهم إن شاء الله. طيب هسعدك سؤال، مش عارف يعني هل إجابته موجودة ولا لازم نعمل استقصاء، يعني إيه أكبر مدرسة عليها إقبال في التخصصات يعني؟ لا ما نقدرش نقول أكبر مدرسة، وطبعا في عناصر جذب زي الاي تي والارتفيشال انتليجنس والتخصصات دي عناصر جاذبة، لكن أيوة. في مدارس كتيرة جدا عليها إقبال كبير جدا، لأنه يعني احنا عندنا في مدارس موهوبين للطلبة اللي عندهم قدرات خاصة في مجال الفنون، مدرسة الفنون في الهرم، دي مدارس جديدة يا فندم، العربي دي جديدة لا. يعني لا لا زي لا لا يعني تضاي يعني مش تضاي تبقى مماسة كده مدرسة ستيم مثلا مثلا. لا مش ستيم، احنا مش بندور على الطالب المتفوق في العلوم ولا الرياضيات، لا انا بتكلم كلمة متفوق، كلمة متفوق بس. ما هو بالعكس، ده احنا بندور على، مش مهم يكون متفوق في الناحية الدراسية النظرية، ولكن مهم يكون عنده الموهبة والمهارة، ان الولاد دول اللي بيطلعوا كامل ده. فين المدارس دي يا فندم؟ المدرسة بتاعت الفنون دي في الهرم، دي تبع وزارة الثقافة تبع الدولة، يعني الشريك الاصطناعي هنا. طب عايزين نشوفها دي يا فندم. قوي قوي يا فندم، هتشرفونا. ده يعني ولادنا والضبعة اسمع ان الضبعة عاملة شغل كبير. الضبعة من المدارس المهمة جدا اللي انضمت للتكنولوجيا التطبيقية السنة دي أول سنة. طب وهل ممكن ان احنا نزور الضبعة دي ونشوف الدنيا فيها ايه؟ يا فندم حضرتك تشرف كل المدارس، ده شرف كبير جدا. الله يكرمك يا فندم، الله يكرمك. والدعايه اللي حضرتك بتعملها للتعليم الفني مهمه جدا، لان احنا بنناشد الناس انها تعرف ايه اللي بيجري على ارض الواقع، احنا ما بنقولش حاجه نظريه او بنخطط ليها، دي حاجه تم تطبيقها فعلا، وعندنا كميه جداً كبيره من الطلبه جداً اللي بتستفيد من هذه المنظومه، واللي نتمنى ان اكبر عدد ان شاء الله يستفيد ويشارك في هذه النجاحات اللي بتحققها وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. احنا ايدنا بايد حضرتك وايدنا بايدكم، ولو احتاجتوا مننا اي حاجه، لانه اللي حضرتك بتقوم بيه وفريق العمل مع حضرتك الحقيقه ده تغيير في نمط فكر الاسره المصريه ونمط فكر المجتمع وسوق العمل، والحقيقه حضرتك بتعمل يعني بتعملوا حاجه يعني كنت اتمنى انها تتعمل من سنين من سنين من سنين، بس الحمد لله رب العالمين انه بدانا ان احنا نعملها ونجتهد فيها ونجود فيها. فاللي حضرتك بتعمله الحقيقه انا شايف انه من امن قومي تعليمي يعني انجاز التعبير، فبتعملوا جهد كبير جدا في هذا الامر. فارجو ان حضرتك لو عندكم اي تفصيله اي حاجه عايز تتكلم فيها احنا موجودين مع حضراتكم بالعين دي قبل العين دي يا دكتور عمرو. ده شرف كبير جدا ربنا للوزارة ولينا على وجه الأخص إن حضرتك تبقى داعم لينا وسفير لما يحدث في التعليم الفني، ده يهمنا جدا عشان نوضحه للناس عشان يستفيدوا منه. احنا أهم حاجة عندنا إن كل الناس تستفيد، لأن التعليم الفني داخل في كل مناحي جداً الحياة جدا، فده مهم جدا بالنسبة لنا، واحنا اللي بنشكر سيادتك. ربنا يخليك يا فندم. الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.